وبشأن العمالة الأجنبية في العراق وتأثيرها على البطالة، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الدكتور ماجد الزبيدي، أستاذ الصحافة في جامعة فيلادلفيا. دكتور مرحبا بكم. يعني العراق يشهد ظاهرة استخدام عمالة أجنبية بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ بمعدلات البطالة التي زادت عن 40%. كيف يمكن توصيف ما يجري في العراق؟ الواقع أن البطالة في العراق ربما تكون الأعلى في الوطن العربي، وهذا أمر مؤسف وهو أسباب كثيرة. كما تفضلت في النشرة، هناك حوالي 40,000 عامل هندي وبريطاني وصيني في محافظة البصرة فقط. هذا يدل على أن هناك أسباب كثيرة لتفاقم مسألة البطالة في العراق التي تفوق نسبة 40% بين أوساط العاملين. هناك أسباب عدة، منها سوء الإدارة الحكومية، تفشي الفساد الحكومي وغير الرسمي على صعيد الأحزاب والمنظمات والمؤسسات الطائفية، ثم عدم وجود خطط تنمية اقتصادية حقيقية في البلد، وعدم فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية التي تحتاج إلى نزاهة وشفافية، وعدم وجود محسوبية. وثم أن الظروف العسكرية الموجودة في العراق وبقاء العراق تحت الاحتلال الأمريكي وما يجره ذلك من أمور تؤثر على الاقتصاد، أضف إلى ذلك إيقاف الكثير من المشاريع الاقتصادية المهمة في المجتمع العراقي. هذه هي الأسباب أو أهم الأسباب التي أدت إلى وجود البطالة في العراق، الذي كان إلى عهد قريب قبل 2003 لم يشكو من البطالة إطلاقا. دكتور ماجد، أمام العقوبات الاقتصادية التي تواجه إيران، العمالة الإيرانية باتت تزاحم العمالة العراقية. هنا كيف يمكن لحكومة أن تقبل بزيادة أزماتها على حساب حلحلة أزمة بلد جار ويهيمن على جميع مقدراته؟ الواقع أن إيران هي المورد الرئيسي الأكبر للمنتجات على كافة أصنافها، من زراعية وتجارية وصناعية إلى العراق، وهذا أمر يؤدي إلى تغلغل سياسي واقتصادي كبيرين في جميع أنحاء العراق، وهما سيؤدي إلى وجود عمالة إيرانية في المدن والمؤسسات والمصانع والشركات العراقية. وهذا يتطلب من الحكومة العراقية الحالية إيجاد مصالحة حقيقية وإيجاد شفافية حقيقية ورفع الغطاء عن الميليشيات والمؤسسات والأفراد والأشخاص الذين يسيطرون على سبيل المثال على بعض حقول النفط أو على بعض الشركات، ومن ثم محاسبة الفاسدين وسارقي الأموال العامة، ثم إصلاح الجهاز الحكومي الداخلي للحكومة من حيث التفتيش والرقابة إلى ما غير ذلك من أمور، من حيث توطين الكفاءات الوطنية العراقية واستدعائها من الخارج، لأن الكفاءات العراقية إلى عهد قريب، إلى قبل سقوط بغداد، كانت الأكثر في الوطن العربي والأكفى. دكتور، مسألة عدم تنظيم العمالة الأجنبية ووضع قانون لها، تعتقد أنه يصب في مجال فساد الطبقة الحاكمة؟ هذا أمر مؤكد، لكن شركات النفط والشركات القادمة من الخارج تأتي بعمالها، فيجب وضع قانون لإيجاد نسبة معينة من العمال العراقيين الوطنيين في هذه الشركات، وهذا أمر بديهي معترف به في كافة الشركات والمؤسسات العالمية. هذا أمر لابد من إيجاد تشريع قانوني في هذه المسألة. دكتور، مسألة هذه اللاعدالة في تقسيم الثروات في العراق، هل ساهم في فساد الأحزاب في وصول العراق لما وصل إليه من بطالة وفقر؟ هذا أمر مؤكد. المحصصة الطائفية للأسف الشديد تقضي على كل فرص التكافؤ وعلى كل فرص الانتماء الوطني، وتؤدي للأسف الشديد إلى هجرة الكفاءات والنخب، وتؤدي إلى ما تفضلتم به في نشرتكم الحالية إلى زيادة نسب الانتحار لدى كلا النوعين من الذكور والإناث. وهذا أمر مؤسف أن يحدث في بلاد الرافدين الأغنى على مستوى العالم
من حيث الماء والتربة والزراعة والنفط، هذا أمر مؤسف. ثم أن الاعتماد على النفط وحده لا يقود إلى نهضة اقتصادية حقيقية، فإن 99% على سبيل المثال من الميزانية العراقية تأتي من النفط، في حين أن هذا النفط لا يشغل إلا 1% من الوظائف. دكتور، في ظل الفشل الإداري الحكومي، لكن لمصلحة من يجري تحييد الكفاءات العراقية أصحاب الشهادات العليا، تم رشهم بالماء الساخن لمنعهم من المطالبة بحقوقهم بمسألة التوظيف، لمصلحة من يجري كل ذلك؟ هذا ما حدث بالضبط عندما تظاهر أصحاب الكفاءات الجامعية العليا أمام مقر رئاسة الحكومة العراقية. هذا أمر مؤسف في العراق. لمصلحة من؟ لمصلحة زيادة البطالة ولمصلحة توظيف الكوادر الحزبية الضيقة، وهذا سيؤدي إلى تدهور جميع مجالات الحياة في العراق. فهنا يتم توظيف أهل الثقة وأهل المحسوبية على أهل الدراية والخبرة، وهذا أمر مؤسف. دكتور، مديرية التخطيط في محافظة المثنى قالت بأن المحافظة تتصدر موضوع الفقر بنسبة 52% من عدد سكان محافظة المثنى، هل من آثار جانبية تطرأ على هذه النسبة المخيفة والمرعبة؟ ليست محافظة المثنى هي الوحيدة التي تحتفظ بهذه النسبة، هناك محافظات كثيرة في جنوب وغرب وشمال العراق للأسف الشديد تحظى بمثل هذه النسبة أو قريبة منها. فالفقر هو عام طام في العراق الغني والثري في أرض السواد للأسف الشديد، وهذا ناتج عن التخبط الإداري الحكومي وشلل البرلمان. فهناك أقل من 200 عضو من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 نائب ونائبة يحضرون جلسات المؤتمر، وهذا أمر مؤسف يؤشر إلى المدى الذي وصل إليه الفساد في جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للأسف الشديد. الدكتور ماجد الزبيدي، أستاذ الصحافة في جامعة فيلادلفيا، شكرا جزيلا لكم.